الواحد هو الناطق والصامت والجامد والثابت يقر العدل الساكن ويسكن ببطنه الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع كمه والعجائب في ترتيب تنكيب هذه القوالب خلق مخه وعزمه وعبدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ولو رأيت الخدام قياما على الأقدام قد جادوا اللائب وخائف لنفسه يعاتب وآمق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيل الغياهب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب ودركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء فقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما استقضى الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمدا كأنه البدر في تمامه محل القيام الله على محمد صلى الله عليه وسلم
الله عليه وسلم.